أقفوا عند قول الله تعالى وأدعوكم أن تقفوا معي عند قول الله تعالى يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. هذه الآية تتحدث عن كل ظاهرة للمنافقين الكذابين المدلسين الملونين الذين قد يرفعون شعارات شرعية دولية وحقوق إنسان وحقوق طفل وحقوق مرأة وحرية شعوب، ولكن لا يزالون يرقصون على دمائنا. نعم يا جماعة يا جماعة، هذه الآية القرآنية الكريمة توضح لنا حقيقة ما يسمى بالموقف الدولي الآن. بعيدا عن ابتساماتهم من على شاشات الفضائيات، بعيدا عن وعودهم الدجالي وادعائهم بإرسال لجان تحقيق، إنهم أصحاب موقف منافق دجال يرقص على دمائنا. أذكركم يا إخواننا، لمجرد ظن هذا الطابور المنافق العالمي الذي يسمي نفس الموقف الدولي، لمجرد ظنهم بالأمس أن العراق تمتلك أسلحة كيميائية، دمروا العراق، مزقوا الشعب العراقي، الملايين منه الآن ممزقة في كل العالم، ووضعوا عليه هذا المسؤول العنصري الدموي الذي يدعى المالكي، الذي لا يزال يذبح في أهلنا في العراق، لمجرد ماذا؟ لمجرد ظن تبين فيه أن البيت الأبيض كذاب، وأن جورج بوش كذاب، وأن الموقف الأوروبي الرسمي كذاب، وأن موقف تل أبيب كذاب. حرقوا العراق، دمروا العراق، والآن ماذا؟ أمام كل قنوات الفضائية في العالم، أمام كل أعين الدنيا، أهلنا في سوريا يموتون بالأسلحة الكيماوية، كان آخرها وليس الأول، كان آخرها هي مجزرة غوطة دمشق التي ارتكبها السفاح بشار، والتي ذهب ضحيتها 1500 شهيد، معظمهم من أطفالنا، معظمهم من أمهاتنا، معظمهم من أخواتنا، والتي قد نتج عنها أكثر من 10,000 مصاب في حالات خطيرة جدا بسبب السلاح الكيماوي. السلاح الكيماوي، سلاح السفاح بشار وسلاح الداعمين له، ملالي إيران ومن يدور في كنفهم. وقال
قال الموقف الدولي يريد أن يحقق. طم نفسك، اخرس، نرجوك بعد اليوم ألا تتكلم عن الإنسانية، نرجوك بعد اليوم ألا تتكلم عن حقوق الإنسان. الشعب السوري بإذن الله كفيل بوحدته، بإرادته، بالتقائه صف واحد. المسلم السوري، المسيحي السوري، العربي السوري، الكردي السوري، كفيل التقاء كل الشعب السوري في صف واحد. إن شاء الله، إن شاء الله أن يعجل بزوال بقايا النظام الدموي الأسدي، وقريبا إن شاء الله بعد أن طال صوت التعازي من على المآذن في سوريا، بعد أن طال صوت التعازي من على كنائس سوريا، قريبا إن شاء الله، قريبا إن شاء الله ستصدح مآذن سوريا، ستصدح كنائس سوريا ببشريات انتصار الشعب السوري، عودة الشعب السوري إلى دمشق وإلى أرض سوريا وإلى بيوتهم وإلى مساجدهم وإلى كنائسهم، ليطهروا سوريا من بقايا هذا النظام الدموي ومن يدعمه من ملالي إيران وأتباعهم وأذنابهم وشبيحتهم في كل مكان.